طاب الجلوس على الشاطئ. أما صفحة الماء القريبة من الشاطئ فقد آثرت أن تكون مرآة تعكس الحقيقة، الخضرة وسحر الطبيعة. كثيرا ما تداعب الرمال المياه فتهيل عليها ذراتها، فتتراجع المياه خجلة وتستمر المداعبة والألفة سنين عديدة، فتغير الرمال مسار النيل دون أن يدري، فيميل ويظلم الضفة الأخرى، ويستمر تبادل الأدوار بين الرمال والنيل. ما أروعها من لوحة. ونستمر في تتبع طريق القوافل القديم الذي يوصلنا إلى بلدة الخندق، حيث المركز التجاري المهم في ذلك الزمان. استقبلنا عند وصولنا مشارف البلدة إعصار هو جزء من غموضها، أطلال تحكي عظمة تأريخها، منها قصر محمد النور الخبير قائد قافلة جون لويس القادم من لوزان، غرف علوية وأخرى سفلية. كانت كل شوارع هذه البلدة مسقوفة، لا يسمح للنساء بالسير في الشوارع الأرضية، يتنقلن في الطوابق العلوية بين المنازل المرتبطة ببعضها، وأكثر ما يحير الدهاليز والخنادق السفلية تحت الأرض التي اشتقت منها اسم المنطقة الخندق. ومما أثار انتباهنا ما ذكره الأهالي أن شخصين نزلا إلى تلك الخنادق، مات أحدهما وخرج الآخر مخبولا. أما سكان البلدة فلا يتجاوز عددهم 15 فردا، لقد هجرت المنطقة بعد أن تحول طريق القوافل، فصنعة أهلها التجارة وأراضيها الزراعية شريط ضيق تحفه الرمال. ومن تبقى من أهل الخندق الكرماء حارس أمين لما تركه الأجداد. ومن بلدة الخندق واصلنا المسير بذات الطريق إلى منطقة دنقلة شمالا، ومنها إلى كعب الثواني، واحة تحفها الرمال من كل جانب. مياه بئرها لا تتجاوز المترين ونصف عمقا. ومنها سرنا باتجاه الغرب وطال المسير، تلال على مد البصر، لا ماء ولا حياة، رمال متحركة، أفق ممتد، كثبان ناعسة، مياه بعيدة، سراب ماء لم نستطع اللحاق به، خداع بصري لا يمت إلى الحقيقة بصلة، حتى ها هنا نلقى المرائينا. وطال المسير، وبعد ساعات رأينا سرابا آخر ذا لون مختلف، هكذا ظنناه بداية، لكنها خضرة وسط الصحراء. ماء يتفجر، إبل تتهادى حول الماء، كتبت لنا النجاة، بداية حياة جديدة.